لا فامي، السلام عليكم، وان شاء الله تكونوا بيان، وميرسي بوكو على الدعم، على لي كومونتير، على لي جيم. ربي يخليكم، وتحياتي لكاع المتتبعين في القناه. القناه بدات تكبر وراهي تكبر وراهي غير طالعه وتزيد عقوبه ل 100 الف متابع خوتي، وميرسي بوكو على الدعم تاعكم، وشكرا لكم، شكرا شكرا من القلب خوتي. والله العظيم واحد كبير واحد صغير، مراه كبيره شيره صغيره، كاع الناس اللي يدعمنا، ربي يخليكم، وميرسي بوكو على كل شيء. والله العظيم هذا القناه بلا بكم انتوما ما تسوى والو، انا بروحي ما تشوفونيش لو كان مكاش انتوما خوتي الاعزاز. ناس البلاد 58 ولايه والجاليه الجزائريه والحراقه في كل مكان، اي واحد راه يتابعني في كل بلاصه ويرسل لي في البريفي ويرسل لي في الانستغرام ومعايا في التيك توك، ربي يخليكم وميرسي بوكو على كل شيء، على اي واحد دار جام، على اي واحد دار كومونتير، راني نشوفكم واحد بواحد، مام اللي ما راهش كومونتير راني نشوفها وعلى بالي شكون. المهم خوتي الاعزاز، جيت اكملكم الحلقه نيميرو 2 من الفيديو تاع البارح. كي قلت لكم صاحبي عيط لي في التليفون قال لي هو لي فوالا فوالا، اي دارك باغي تروح؟ قلت له بيان سور راني باغي نروح، باسكو صاي الخدمي وصل للعظم مانيش منجم نكمل هنايا وما قديتش. قال لي على بالي وراني حاس بيك صاحبي. قال لي المهم وجد روحك غدوه ان شاء الله. انا درت في راسي كي وجد روحي غدوه ان شاء الله نعرف بلي صاحبي هذا المانيا عنده خيطان وكل شيء. انا قلت صاحبي غادي يشوف لي طريق، انا ما خممتش تخمام واحد اخر، عقلي قعد بلي صاحبي غادي يشوف لي طريق. قلت له انا المهم نركب كيما كانت تجي، كيما كان الماتريال، كيما كانت صيفته، وي كانت الخرجه تقول لي روح لعنابه، روح لتونس، روح للمغرب، نروح يعني انا ما عنديش مشكل، وين باغيني نروح نروح، المهم نخرج، المهم انفحت. رقدت هذيك، المهم هذيك الليله ما رقدتش الاز وبت قاعد، رقدت واحد الساعه ولا زوج، ساعه ولا زوج باسكو بايت مقلق ومبانيكي وين تيجي غدوه. قلت لها انا لا بغا فوق الموتير نجمع، لا بغا نروح واقف في بوطي، لا بغا ما على باليش كاع شي يصرى، لا بغا مع نجمع فوق بيدو، المهم نروح نروح، راني نقول لك نركب في البوطي، نركب في السريع، نركب في اي حاجه، المهم نخرج من البلاد خوتي. والمفاجاه الكبيره اللي ما كنتش متوقعها، عليه يقول لك ربي اذا كتب لك ربي حاجه تجيك، لا بغا تكون في غار، لا بغا تكون في جبل، لا بغا تكون تحت البحور، كي يكتب لك حاجه ربي تجيك تجيك. انا حاسب بلي غادي نروح في بوطي، حاسب بلي غادي صاحبي يقولي فوالا روح للسريع، يا ما على باليش، حاسب بلي غادي يعرفني بجماعه، ما على باليش، متوقعتش بلي غادي يصرى اللي ما كنتش حاسبه بلي غادي يصرى. والله العظيم الا خلعت خوتي، واخوتي الاعزاز سمحوا لي كنت مخلي بي فيه شاعل في التليفون وعيطولي. المهم خوتي الاعزاز جا النهار الصباح، طلع لي النهار كي جات الاذان تاع الفجر هكا الصبح، خرجت منا صليت زوج ركعات منا، تكلت على ربي وخرجت، رحت القهوة، كي رحت القهوة رحت ريكيبيري تليفوني اللي كنت ناسيه في القهوة البارح يتشارجا، لقيت صاحبي معايط لي بزاف تاع لي زابيل. عيطت له قلت له فوالا خويا ما جانيش، قلت له بتقعد، قال لي وعلاش بتقعد كون؟ قلت خويا، قلت له لا راني مقلق، قال لي ما تقلق ما والو، قال لي المهم مع 12 ولا 11 قال لي غادي يعيطوا لك في التليفون جماعه. قلت له صح. المهم قعدت مبانيكي، وين تجي 12 وين تجي 11، مبانيكي. كي جات 12 تاع النهار فطرت مع شي بنيه من عيطوني في التليفون، الو واه هواري، واه مرحبا انت صاحب فلان، هواري صاحب هواري، واه هواري صاحب هواري تاع الالمان، واه قال لي تقول لي كلمه بالالمانيه؟ ودي قلت له نقول لك 10 انا هو. قال لي اروح عندي بلاصه الفلانيه نتلاقاو عند الجامع، رحت عنده. كي رحت عنده السيد منا تلاقينا، قال لي شوف، قال لي كاينه خرجه والخرجه هذه من المستغانيم، وجد روحك حشيه منا نعيطوا لك على الربعه. قلت لها هي صح اخويا ما كاش مشكل، قلت لها انا راني واجد، قلت لها انا لا بغيت دروك نروحو دروك نروحو. قال لي لا حتى للربعه. حيت صاحبي قلت له شوف جا عندي واحد وتلاقيت به وقال لي على الربعه، قال لي صاي، قال لي هذاك خيط انا شفته لك، قال لي بصح مازال كاين سيربريز واحده اخرى. قلت له شاولا؟ قال لي ما تقلقش. قال لي روح طلع عند امه. انا طلعت عند امه، جمعت كراكي خالتي لاباس كراك واري غايه، وتحط لي يا خويا 56 مليون، 56 مليون، حطت لي 50 مليون دينار جزائري وحطت لي 300 اورو. هذا ولا منا عينيا نقلبوا، داروا لا ميطو. انا نقول لك عينيا نقلبوا، ما امنتش. كانت عندي 40 ميل في جيبي، 40 ميل 40 الف، ولات عندي 56 مليون. ايماجينيها انت يا خويا اللي تفرج فيا، عندك 40 الف يعطوك 56 مليون،
زعما ماشي مبلغ كبير ولا حاجه، بصح تجيك بيزار باسكو انا واحد في البلاد جامي شديت 56 مليون راك فاهم. انا كنت انسان نخدم قوتي يعني كي توشي بلافون توشي 10 ملايين 8 ملايين 11 مليون راك فاهم. هذه بالملايين مال يعني تخدم شهر باش تطيح 8 ملايين 7 ملايين. وكي يجوا دي سيزون يعني بخدمه اللي نخدم فيها يعني كيجي شعبان ولا نخدم مليح نبيعوا الماعين مليح منا ندخل الفايده هذيك في 15 يوم كاش 8 ملايين 10 ملايين 7 ملايين. خطره تكون صوحك ما دخلت 12 مليون يعني في 15 يوم يعني فايده تاع 300 ولا 400 مليون راس مال ندخل فيها 10 ملايين راك فاهم. يعني ما درتش في راسي باللي عندي 40 ميل تولي عندي 56 مليون. دروك انا كي طلعت عند صاحبي وما عطاتني 56 مليون كيفاش؟ اش ندير بيها؟ نروح بيها السريع ما كاش مشكل غادي نروح في السريع. رديت البوبينه فهمت باللي السيد اللي جا عندي صباح هو اللي غادي يركبني وسي اوبليجي نروح عنده نعطيه دراهم باش يركبني. انا كنت حاسب صاحبي شاف لي طلعه غادي نروح عندهم يعيطوا لي يركبوني في السريع ويدوني معاهم. ما على باليش بلي صاحبي راهم اورغانيزي لي طلعه واورغانيزي لي دراهم الله يكثر خيره والله يكثر ممتاله. وما على باليش دني راهي دازت لي صوالح واحد اخرين وغادي تعرفوهم في الفيديوهات الجايين. غادي كلشي نخلي لكم سيسبانس سيربرايز مفاجآت يعني في قناة تواري فلوغ المفاجآت. انا في حياتي كومبلي مفاجآت. انا 7 ملايين لقيت روحي في الالمان دروك لقيت روحي في البلاد ابري 5 سنين دروك سي اوب دروك جاتني 56 مليون تما. انا ماشي راني نكذب انا نهضر لكم صراحه صراحه والناس راني يعرفوني راهم متابعين لاشين والناس تلاقوا بيا والجاليه الجزائريه وصحابي تاع الغربه. انا بويا يتفرج معاكم كيما نتوما راكم تتفرجوا فهمتوني. يعني ما عنديش علاش نكذب انا ماشي نقول لكم 5 ملايير راني نقول لكم 56 مليون يعني 2600 اورو صاحبي عطاها لي شي بنيه تاعها عطاتها لي هو راه في المانيا شاولا ما عطاتها لي باش انا نطلع. اكذبت هذوك الدراهم وخرجت مع الموت صاحبي بقيتها على خير ربي يخليك ميرسي بوكو الله يكمل لك كاع ما تمني خالتي وربي يطول لك في عمرك ويخلي لك ولدك العزيز. كي نخرج من عند الدار تاع موت صاحبي وين نروح نتمشاو المشيه تلفت لي باسكو بالليله وضحاها ولا عندي 56 مليون. انا كي ندير انا اش ندير بها هذه 56؟ انا كون يدوها لي انا كون منا انا كون منا وليت نخمم في بزاف صوالح. خرجت روح ديريكت عند ما وبويا دخل جمعت معاهم منا قلت لها ما قلت لي واه حليت الفيستا جبت كان عندي فيستا تتلبس بالقرمونه ما تتبلعش هكا نو تتلبس بالقرمونه وفيها جيب هنايا في الصدر جيب كبير. حليت جبت لها باكو تاع 10 ملايين وباكو تاع 10 وباكو تاع 10 وباكو تاع 20 تجمعهم كومبلي 50 مليون يعني 20 20 20 10 10 10 وثلت ورقي تاع 300 اورو 100 اورو 100 اورو 100 اورو. قلت لها دوم جبتهم قلت لها شوفي ما قلت لها تعرفيني كي داير قلت لي واه قلت لها ما راني نطرطق ناس ما هادو دراهم ناس ما امانه تاع ناس يعني هادو دراهمي حقي ربي كتبهم لي. قلت لها مين منا قول لي قلت لها شوفي فلان باقي عند امه فلانه عطاتني هاد الامانه. قلت لها ما ادعي لي ربي وطلبي لي التسهيل غادي اليوم نركب ان شاء الله. قلت لي شوالا قلت لها واه اليوم نركب ان شاء الله. قلت لي ما تعاود تروح وربي يطول لك عمرك في الخرجه الاولى خاطش انا خرجت خرجه الاولى ما صدقتليش وزدت الزوجه صدقت لي وهذه ان شاء الله الثالثه. قالت لي ربي يطول لك في عمرك وقطعت البحر ومنه ودرت في البلدان وليت سالم وغانم ومعليش وريح في البلاد. قلت لها ما الا قلت لي شوف راني راضي عليك صاي. قالت لي نتايا غادي تقعد هنا في البلاد تهبل. قالت لي راني راضي عليك. قالت لي لا ربي راه ناوي لك فيها الخير كي جاتك كيما هكا مع الناس الخير. قالت لي الله يسهل لك امورك ودعات لي ربي وخرجت معروف في هذاك الفطور خرجت معروف. بويا كدومت ليه قلت له بويا غادي نروح نموت تصرى لي حاجه نوصل ما نوصلش ما يقولولكش هو اللي دار لنا ولا طرطقنا ولا هادي ولا هادي. قلت له ما تسمعش الهضره تاع الناس قلت له باسكو الناس يهضروا. قلت له فلان ها نعيطها لكم فوتها لكم بلا كام وروح عند ما تقول لك بلي انا عطيت ولدك الامانه. قلت له هادو باش ما يديروش فيا الهضاري الا مت ولا قعدت حي باش ما كاش يدير فيا الهضاري. قلت له راكم تعرفوا الشعب يهضر. قال لك سي بون راكم راضين عليا. قال لك روح راه من موراك خضره وقدامك خضره لا كاتب لك ربي توصل توصل ما كاتب لكش ربي ما توصلش تعاود تولي. المهم ما قعدت تبكي مسكينه منا ولا ما فيها الديابيت خفت عليها بزاف. المهم بويا ثاني قال لي راني راضي عليك منا صليت زوج ركعات وخرجت.
رحت عند واحد صاحبي، هذا صاحبي كنت نريح معاه بزاف، عطاني 50 أورو يعني مليون، قال لي هاك هذه صاحبي عاون بها روحك بلا تحقها في اسبانيا. وانا صاحبي تاع الالمان كيحكى معايا قال لي شوف غادي تركب اليوم تخلص 50 مليون، قال لي هذه 100 اورو تبقى لك 300 اورو، قال لي 100 اورو غادي كي توصل لاسبانيا تدخل كوستا، قال لي غادي يجي عندك وحده سبانيوليه تديك الدار تقعد تعطيها 100 اورو غادي من داك تركبك في اللوطو طلعك لباري 200 اورو، يعني الوقت اللي فات انا كي طلعت كانت ب 60 اورو 50 اورو، قال لي 200 اورو، قال لي كي توصل باري ساهل. جا هذا صاحبي اللي رحت عنده عطاني 50 اورو، شوف انا الناس توجور لا غالب خوتي ربي محبب الناس فيا كيما نتوما ربي حببكم فيا تبغوني، راكم 42 الف متابع، يا 42 الف متابع سي محمد باش تجي تنتقدني دير لي كومونتير ماشي شباب ما عليش كاع بي 42 الف متابع راهي ابوني في لاشين تاعي وغادي تزيد تكبر باذن الله وتزيد توصل حتى ل 100 الف وتوصل حتى المليون باذن الله. المهم قال لي هذه 50 اورو صاحبي عاون بها روحك، قعدت مريح انا وهذا امين صاحبي في الدار ومتذاكرين مريحين من الظهر هكا من الزوج زعما باش نجيب الوقت تاع الربعه ونروح عند الناس باش نخرج على وهران نروح طريق مستغانين، خاطش السيد قال لي مستغانين غادي نخرجوا من مستغانين، تحيه الناس مستغانين وكاع حبابنا في كل مكان 58 ولايه. المهم يا خوتي نتذاكروا نحكي انا وصاحبي نديروا في لي فوطو منا نضحكوا نلعبوا، تفكرت باللي ما عندي جيليه رحنا نشرو جيليه باش كاش حاجه ربي ولا يطول لك في عمرك كاش نهار ولا يومين بلا ماكلك الحوت، ولكن ما نقولوا كنت مسنيها لعمري بلي معليش لا بغى نموت لا بغى نعاود نموت. خرجنا من الدار شرينا جيليه، جات الربعه صاحبي عيط لخوه عنده لوطو، الناس هذوك عيطوا لي قالوا لي ارواح عندنا، قلت لهم وين نجي عندكم المستغانين؟ قال لك لا ما تجيش المستغانين، قال لك لازم تجيني لواحد البلاصه تبع الوهران يعني ضواحي وهران تبع لرزي وسموها بورو بور حدا بطيوه وانا ما نعرفهاش جامي رحت لها. انا كيما قلت لكم الوهران كنت ما خرجت من الوهران ما نعرفش يعني انا صفر نعرف اوروبا والبلدان تاع اوروبا بصح البلاد ما نعرفهاش مليح. قلت لهم بورو بور جماعه وين جايه؟ قال لك المهم غير مجيت بطيوه مجيت رزي ومنا طريق مستغانين. قلعنا وهنا رايحين حبه 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 كي وصلنا للرومبوا تاع البورو بور عند البلاصه تاع بورو بور عيطت له قلت له خويا راني وصلت البورو بور شندير؟ قال لي ريح تما عند الرومبوا نقعدو نقاري دوك نجي. جا عندي السيد بكليو كات بلو زرقاء قارا حدانا، قلت له ورانا مقارين ها باش رانا لوطو قارا حدانا. كي قارا حدانا السيد من باريكو تحيه ناس باريكو، كي قارا حدانا خويا عيط لي قال لي هواري، قلت له واه، قال لي روح اركب معايا، هو هنا مقارين هو حدانا مقاري، مطفينا الموتور مريحين في الرومبوان، قال لي روح اركب حدايا. كي جا ركب حدايا نطق صاحبي امين اللي عطاني 50 اورو قال لي نروح معاك، قلت له صح اخويا مرحبا، قلت له بصح صاحبي باغي يروح معاه، قال لي ما كاش مشكل يجي. امين جا ركب معايا في اللوطو، شكون قعد في الاخر؟ في الاخر قعد خوه منا. امين كي جا ما جابش الدراهم معاه، خلى الدراهم عند خوه، انا دراهمي اللي رفدهم معايا. سيد شي يقول لي، قال لي ما غاديش يركبوك ب 50 مليون، قال لي ركبوك ب 52 مليون 52 مليون. قال لي بصح قلت له بصح تفهمنا 50، قال لي ماشي عيط لي صاحبي تاع الالمان قلت له راه يقول لي 52، قال لي ماشي بروبليم، قال لي كلا 100 اورو ما 300 وزيدها له زيدها ل 50. قلت له صح اخويا، قلت له نخلصها نعطي الدراهم، قال لي لا حتى تركب تخلص. قلت له صح ماشي مشكل صاحبي كوبيت. امين ما عندهش، عنده غير 50 مليون، امين بروحها كان مليا 40 كي دي سيدا باش يركب معايا خوه عطاه 10 ملايين، يعني باش تعرف بلي الخوت يترفدوا بين بعضهم بعض. المهم امين كي عنده 50 مليون الناس ما غاديش يركبوه ب 50 مليون، انا شندير؟ انا قلت هذا صاحبي لي زوم البارح عطاني 50 اورو قال لي هاك هذه 50 اورو عاون بها روحك، قلت دروك بغى يروح معايا في اخر لحظه شندير انايا دراهم هادو راهم حلالي، قلعت 100 اورو واحده اخرى من 300 ثم قلعت 100 اورو زدتها ل 50 تبقى 400، زدت قلعت 100 اورو واحده اخرى تبقى 200، وال 50 اللي كان عاطيها لي تبقى 150. قلعت 100 عطيتها لامين قلت له صاحبي ها كمل، قال لي لا، قلت له ها كمل دراهم، قال لي بغاو 50 يركبوني تبارك الله ما بغاوش، قال لي نورمال، قلت له لا خويا هاك انت البارح درت لي جاست هاك صاحبي، قلت له رجال يتلاقوا، قلت
قلت لها الجبال ما يتلاقوش والرجال يتلاقوا. قلت لها كيما لقيتك هنايا هنايا، قلت لها تايا تلقاني هنايا، قلت لها لقيتك في وهران عطيتني 50 درهم، لقيتني بورو بورو غادي نزيدك 100 اورو. قلت لها نورمال صاحبي ما بيناتناش، قلت لها هذا رزق ربي جابه لي، قلت لها نورمال. قلت لها المهم انا صافي بليزير، قلت لها صاحبي وخويا والحونتي يروح معايا ويركب معايا. شنو نديروا يا خوتي؟ السيد هذا قلع، الاخرى لوطو قعدت مقاريه. كي السيد قلع قال يتمشى بينا يتمشى بينا، هودنا للشط تاع بورو بور، وكان الليل كانت الظلمه، كانت الظلمه كانت المشتى اخوتي، كانت الكلمه التاليه تاع سبتمبر، سبتمبر ولا ديسمبر والله ماني عاقل لا دات نيشان. المهم في 2020 2020 يا خوتي البردات غضبني كي نتفكر هذاك النهار يا خوتي. العزاز وصل السيد للشط، الظلمه تقطع، سيد قال ننزلوا. قلت له وين ننزل خويا؟ قلت له وين ننزل؟ باغي تدخلني دار ولا كيفاه؟ راك جايبني تاني قريسوني، راك جايبني يركبوني في السريع، وراهم الناس. قلت له وراهم الجواره اللي غادي يروحوا معانا، كيفاش دعوه خويا؟ قال لي ما تخلقش، قال لي صبر. انا نزلت عيط لواحدين في التيلي وقال لي انا خدمتي انا كملت. قلت له بصح انتيا تاع بايكو، قلت له انتيا خدمتك توصلنا ولا كلونديستان ولا انت مول الماتريال ولا انت اللي غادي تخلص علينا ولا انت غادي تروح معانا ولا انت شكون؟ قال لي ما نجمش نقول لك. قلت له تما انتيا باغي تقيدها لي. المهم نزلنا، نزلنا جا واحد السيد قال لي روح خويا ما تخلقوش. تمشينا 5 مترات لقينا روحنا في الرمله. قلت له خويا وراهم الناس اللي غادي يركبوا معنا في السريع، وراهي الدار اللي غادي نقعدوا فيها، البرد راه منا، وانا كنت جايب ساكودو فيه شويه ماكله، فيه شويه ريد بول، شويه شوكولات، شويه تمر، شويه فرماج، بس زعما نديه معايا. انا قلت كاش حاجه لا قدر الله ولا ديسبارينا في البوطي ولا صرا ما صرا، قلت له زعما غادي واحد يلقى شي يتقوت او ما يموت، يموت شبعان، ياكل الحوت شبعان، ماشي يموت جيعان، ما نموتش بالجوع، فاهم؟ قال لي لاك ساكودو انتردي. شنو انتردي؟ قال لي ما طلعاش معاك في السريع. قلت له صح اخويا شنو ندير له؟ نسمح فيها؟ سمحت فيه، خليتها في اللوطو تاع السيد تاع باريكو كيوكات. هنا نزلنا قلت له وراهم الناس، قال لي دوك يجوا الناس، خلاني توجور علامه استفهام، ما بغاش يبين لي شكاين. تما فهمت بلي هذه فيها ان، يعني كاينه حاجه ماشي هي هذيك، يا باغي ينصبوا عليا، يا باغي يضربوني يدوا الدراهم، يا باغي يدونا نيشان، الله اعلم ما على باليش. انا شويه حتى نشوفهم جابوا بوطي صغير، جاب بوطي صغير فيه 3 مترات كيما اللي رحت فيه نهار الاول لاسبانيا، وموتير فيه صغير. قلت له خويا غادي خلصت منه 50 مليون انا في هذا؟ قال لي ما تخلقش، قال لي ماتريال خشين، زعما ماتريال كبير راه في اللارج، راه القدام مازال، يعني ما تقلقش. قلت له كيفاش ما تقلقش؟ قلت له هذا شكون غادي يركب معايا فيه؟ قال لي طلع انت وصاحبك. حتى شويه زادوا جابوا واحد اخر معانا من باريكو، ركب معانا. تما حنايا ثلاثة واللي راه يسوق داير كاغور، هذاك اللي راه يسوق قلت له خويا وراك دايني؟ قال لي غادي نديك للارج، قال لي الماتريال راه يقارع فيكم تما. قلت له نخلصوا في الرملة ولا وين نخلصوا؟ قال لي لا تخلصوا في الماتريال الكبير. قلت له يا صح. السيد قال له رايح 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 رايح، بعد جبت التليفون ولا يقول له وراك مقاريش، علي البروجيكتور، وراك منا وراك منا. توصلنا عند الماتريال الكبير، كي وصلنا عند الماتريال الكبير شاليتي كبير، انا فرحت وما فرحتش، فرحت او ميم طون قلبي مقروص، خاطر عرفت بلي الدعوه ما راهيش تعجب. انا شفت ثلاثه تاع الناس دايرين ديكاغور، يعني مغطين وجوههم. حنا ما ناش جايبين تليفونات ونديرو فيه فيديو ولا حاجه، مغطين وجوههم. طلعت انا الاول، جمعت درامي تحتي في الجيب تاع الفيستا كاوي اللي كنت لابسها بالقرمونه، فيها جيب فاسدر، امين امين مع جي خشين شويه، طلع ما كاش رفدهم وانا ما على باليش. هنا طلعنا وراهم دراهم، وراهم هذيك، وراهم هذيك، خلص دراهمك منا، دراهمك وراهم. قلت له خويا دراهمي راني رافدهم معايا. قلت له بصح اخويا فهمني حاجه، قال لي شنو باغي تفهم؟ قلت له هذا الماتريال اللي غادي يروحوا فيه خلينا نشوف الموتور. قال لي قعد منا. تما ضربوك انتوما باغي تحشوها لنا، مركبينا في الماتريال في اللارج، الظلمه ما كان والو، الضو ما بغاش يشعلوه، قال لك يجونا لا مارين وراهم دراهم. كي وراهم دراهم والله يا خوتي ولي يزيد فيك لما يزيد فيك دابا. لا جبت الدراهم، انا طلعت الاول تاع باريكو، طلع امين قاعد قاعد في البوطي صغير اللي جينا فيه، هذاك الكلونديستان الصغير نعيط له زعما كلونديستان باش تفهموا، كاين بوطي صغير رفدنا من الرمله جابنا للفون تاع البحر، وراه البوطي كبير مقاري. انا كي طلعت جمعت، باريكو طلع جمع، باريكو هذا واحد اخر قال لك غادي يروح معاكم، وراهم الناس الاخرين اللي غادي يروحوا معنا 10 ولا 12، وراهم قال لك دوك نزيدو نجيبوهم.
امين ما بغاش يطلع، قاعد مجمع تحت مع هذاك الكلونديستان شوفير اللي راه يسوق، لابس توني تاع العوم وداير كاغول ويسوق في الماتريال 30 ولا 25 ولا جو سي با شوالا. وراهم دراهم، جبت لها الدراهم قلت لها خويا هاك دراهم هادو الدراهم، بصح وراهم الناس خليني نشوف الماتريال. قال لي جمع ما تنوضش، واحد راه في البوشيه تما. انا ما فهمتش، باغي تدونا دراهمي، باغي تقيسوني في البحر ولا كيفاش؟ انا ما نعرفش كاع التفاصيل تاع الراسات تاعهم هادو، ما نعرفهمش شكونك فاهم. انا صاحبي دار لي الخيط ومع ناس يعرفهم من باريكو من تما، دروك انا كيفاش صاحبي نقول له طلع ولي شوف الماتريال، يقول لي هذا ماتريال ماشي مليح، هذا ماتريال عيان. غادي قلت له خويا ماتريال مليح راه كبير منا، انا نشوف في البوله تاع تاع الموتور كاتبين فيه ميركوري، نعرف شويه عندي خبره في هذا المجال. انا قلت له ماتور ميركوري شويه خويا خلينا نشوف الموتور. قال لي لا ما تسكتش منا، رافد بوشيه اخويا بيدوا لي دراهمي باغي تقيس. قلت له قيسني خويا، باغي تدي دراهم ديهم وقيسني. ايوا صاي قلت له باش نعرف العيب اللي باغي تحشوها لنا. قال لك لا من هذوك يجوا الناس برك ما بقى الخيم. صاحبي يقول لي هذا ماتريال غادي يقتلنا، انت باغي تقتلنا. قال له كيفاش نقتل لكم، انا ثاني غادي نروح معكم اسبانيا انا منا. من بعد جا واحد اخر حط البوشيه وجا قال لي شوف، قال لي غادي، قال له دراهم كراهم تاعي، قال له اني مخليهم عند خويا راه في الرمله. قال وباريكو قال له دراهم كراهم، قال له انا ثاني دراهمي راهم عند خويا. انا نحشات لي انا راه في دراهمي معايا، خاطش نورمالمون خلصوا في الرمله ويركبونا ويدونا. امالا نقص في البوطي صغير، كي نقص في البوطي صغير قلت له خويا ردني خلص في الرمله انا. امين قال له انا ثاني خلاص. تحسب ربي دار لهم الطلامس ولا ربي هاكا مش عارف اش دار لهم حاجه، باش في هذيك الدقيقه الاخر حط البوشيه والاخر قلع الموتور الصغير قال له ردهم للشط يخلصوا. قاعدين يهضروا في التليفون، خوتي هذاك السيد يجري حده، يجري حده مولي الرمله. انا شاد روحي هكا، شاد روحي هكا خايف، شاد روحي خاطر بوطي هذاك بروحه خاوي في انا وامين وباريكو خايف. راني نقول لك مولين 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 مولين، كي وصلنا للشط نشوف ناس واقفين في الشط، هذوك الناس ما عرفتهم هما اللي غادي يركبوا في البوطي، ما عرفتهم هما في السريع، ما عرفتهم هما اللي غادي يجلسونا. المهم شفت حاجات بري في السماء، زوج ولا 3000 ديال البوشيات، تعروح منا روح منا، يقولوا هذاك من البوطي روح منا. هذاك من البوطي كي حبس الماتريال وبدا ينقص باش يدخل للرمله، امين قال لي شوف الهربه تسلك. باريكو قلت له الهربه تسلك، الهربه تسلك. قلت له تعرفهم انت هادو شكون جابك عندهم؟ قال لي انا الكلونديستان هذاك تاع باريكو هو اللي جابني، هو اللي جاب لهم ريسان وهادو يحوسوا ينصبوا علينا ويدونا دراهمنا. انا نقول لك الهربه تسلك، جري ما تجري، جري جري جري. نقصت في البحر انايا، المهم نقصت في البحر بصح ماشي فوندون حتى يوصل لي حتى الكرشي ولا نتشمخ. المهم في سالوك لابسها كاويك وداير دراهم في بورصه ومدخلهم في صدري، زعما قالوا كان تشمخت ما غاديش دراهم يتشمخوا باسكو الفيستا كاوي شابه تاع ديكاتلون. المهم نقزنا في الرمله، بداو يجرو شويه من مورانا، يجرو من مورانا وحنا نجرو 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 نجرو. خرجنا كاع من الشط هذاك من الرمله، الناس هذوك صاي قعدوا من مورانا خاطش على ولينا توغو كي ولينا نزقوا باللي باغي يقريسونا وجاب لنا بوشيات. خرجنا في لوطوروت، في لوطوروت تاع فولوبور، نجرو 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 وصلنا للرون بوان. كي وصلنا عيطنا في التليفون، جا خو امين دانا ورفد معنا هذاك باريكو. منا تمشينا شويه حطيناه، عيط الواحدين جاو داوه سلكنا في شعره. عيط صاحبي قلت له الو واري، قلت له هادو، قلت له خويا بغاو يطردونا، قلت له جبدونا بوشيات. قال لي سلامت راسك صاحبي ما كان والو، راك نورمال ما ضربوكش ولا ما ضربوك. قال لي دراهمك وين راه؟ قلت له دراهمي راهم تحتي. قال لي هرب ما تهرب، سلك راسك الله يسهل عليك. قال لي دراهمك راهم عندك ما داوهملوش. قلت له لا، قلت له الحمد لله يا ربي يا ربي صبرنا. قال لي واري صاحبي نتمنى لك الخير وغيب شويه عليك وكي توصل الحومه عيط لي. ركبنا من ركبنا من بوروبور ولينا الوهران، وليت مديموراليزي كره حياتي. هذاك الساكودو اللي كانت فيه الماكله وكنت شاريه الجيليه تاعي كلشي راح، الجيليه يوم اديتهاش يا خوتي كلشي راح. انا قلت المهم، قلت له صاحبي 100 ميل وحده ما نقصتليش من الدراهم، 50 مليون راهي كيما راهي، 300 اورو راهي كيما راهي، و 50 اورو اللي عطاها لي امين كلشي راه مريقل، دراهمنا راهم تحتنا. امين قلت له دراهمك على ما حلفتنيش خليهم عند خوك علاه؟ قال لي خويا انا ما على باليش بلي كراف الدراهم. قلت له كيفاش ما على بالك؟ زعق عليا قال لي نحسبتهم عطيتهم تاع باريكو. قلت له لا رافدهم. قال لي المهم ربي سترنا. قلت له المهم قاعد نسلم عليه، قلت له صاحبي ربي يخليك مزيه فطنتني، مزيه فطنتني. قلت له خاطش علاه؟ هو دار لي الكوراج ولي يقول لي هادو فيهم اللوش، ولي يقول لهم انتوما باغي تقتلونا، انتوما باغي تكريسونا، راك فاهم؟ كي قوينا عليهم الحس قال لك صح ولوا للرمله خلصوا
باش ما تقعدوش ديروا لي في لي كومونتير تاع منا ومنا، على بالي الناس كي يهضروا. قال لك كل الرمله خلصوا، هما كي يجينا مولين حنايا هضروا مع اصحابهم باش يقلعونا الدراهم ويسرحونا، حنايا هرب ما تهرب سلكنا ريصانا. المهم وليت الوهرن وسلكت راسي و 56 مليون مازال عندي، كي مازال عندي 56 مليون وجاي مشمخ سروالي مشمخ اديداس مشمخه يا ودين دي موراليزي كرا حياتي. وليت للدار، كي وليت للدار ما شافتني قاعده تبكي، ما امنتش بويا ما امنش خوتي ما امنوش، بداو اتصالات غير مع المانيا المانيا المانيا. صاحبي عيط لي تاع بالي وهذاك نعيطوا له ما يرفدش علينا منا منا. ريحت يومين ماشي راقد غايا خوتي، ريحت قلت معليش صاحبي عيط لي ودال لي العقل، قال لي واري معليش، قال لي دراهم طلعتك راهم عندك، انا اللي راني نهضر لك عليها دراهم طلعتك راهم عندك ما راحولكش، امانتك راهي عندك، دبر راسك دبر طلعه، ما تدبرش طلعه انت حر انت حر. علاه يقول لك صاري لها كيما طلعه كي تبغي تطلع خويا العزيز، لازم تكون تعرف ناس كونفيونس، لازم الناس اللي يكونوا رايحين تكون شايفهم ومسقسيهم وهادر معاهم، ولازم الماتريال يكون شباب وتشوفها بعينيك، ولازم الناس اللي تكون رايح معاهم عقلك قلبك يريح لهم. انا الناس هادو اللي كنت رايح معاهم من الدقيقه الاولى قلبي ما ريح لهمش، عرفتها باللي مغامره فاشله، عرفت باللي غادي يدوني دراهم والحمد لله يا ربي اللي ما داوليش 56 مليون اللي جاتني مكتوب ربي من عند صاحبي، ربي خليه والله يكثر خير. المهم خوتي الاعزاز الحلقة تاع غدوة إن شاء الله غادي نحكي لكم واش راح ندير ب 56 مليون، باسكو سيمانة وأنا راني نحوس على طريق على خرجة على سريع على حاجة سيريو ما كانش. علاش ما كانش؟ باسكو في هذيك البيريود في هذيك ال 15 يوم تاع اللي الدراهم جاوني كانوا يديروا مناورات في وهران، يعني كي يكونوا يديروا مناورات في وهران وراكم تعرفوا وهران بلاد معروفه بالحرقه ومعروفه بهذا الصوالح وبالهجره الغير شرعيه، يكونوا بزاف لامارين في البحر، يعني الحرقه حبست. كي الحرقه حبست انت شبغي اللي حرقوك كاع اللي تهضر معاه تروح عنده يقول لك خويا مانيش نخدم كاين مناورات لامارين صبر عليا، واحد يقول لك عندي ناس راهم يقارعوا، واحد منا شابديت بديت سلو دوق سلو دوق سلو دوق، راكم تعرفوا سلو دوق شوالا، بديت نصرف من الدراهم. كي بديت نصرف من الدراهم دراهم بدات الميزانيه تطيح، 56 ما ولات 56 ولات 54 ولات 52 ولات 50 ولات 45 ولات 40. الكونفيرمو الكورونا جات بلعوا علينا، كي جات الكورونا وبلعوا علينا هو ريش غادي يدير، هو ريب بدا ياكل في الدراهم باسكو ما كانش الخدمه ما كانش مدخول، دراهم عندك واش لازم تدير خويا؟ تشري حاجه تدورها راس مالك يزيد ينقص، ما كاش كيدير تبيع ما كاش كيدير نخدم، وهران خوات المارشيات حبسوا لافور حبست الاسواق خواو، لي بيس ما كانش طاكسيات ما كانش، القهاوي بلعوا لي ريستورون بلعوا كلشي بلع، وهران خوات كونفيرمون ندخلوا على الوحده من 6 تاع الصباح للوحده من بعد ردوها 3 كلشي مبلع، وراكم تعرفوا كورونا كيف فوتناها اخوتي، وما تنجم تسافر ما تنجم تخرج بالمطار ما تنجم دير والو. شندير انا شندير قعدت في الدار ونتفرج اليوتيوب كيما نتوما راكم تتفرجوا فيا، نتفرج على خبيب نتفرج على هذا نتفرج على هذا وهي رايحه، ومن طول حوس على طلعات خرجني وما كانش الخرجه كورونا، يقبضوك برا يعطوك الصوت يقبضوك تتمشاو هاود البحر دي بوادة تاع ليسونس ومنا ما كانش كيفاش، دايرين باراجات عند لا كورنيش عند البحر ما كانش كيفاش تخرج من وهران. غدوه ان شاء الله احبابي نكمل لكم الفيديو شاصرالي وش درت، والمغامرات مازال متواصله والفيديوهات مازال متواصله، اللي محوس على باليكم تزحفوا كي نبغي نحبس الفيديو بصح الله غالب، هادو هما الشروط تاع القناه وتاع اليوتيوب. خوتي الاعزاز انستغرام تاعي هو ريفلوك، التيك توك تاعي هو ريفلوك، مرحبا بكم راني ندير لايف، مرحبا بكم خوتي ونحكي لكم كاع شاصره اي حاجه نبارطاجيها معكم، نتوما لا فامي تاعي نتوما العائله الكبيره تاعي نتوما هما راكم هنايا خوتي،
وميرسي بوكو كاع الناس اللي تبغيني، كاع الناس اللي مدعمتني، لا بغاو كلمه لا بغاو كومونتير لا بغاو بجام، ميرسي بوكو وربي يخليكم والله العظيم. وثالث يسمح الله، لا راكم مفرحيني بزاف بزاف بزاف، وانا ثاني ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم ونقدم لكم فيديوهات غير شابين، وغادي نحوس بكم وندور بكم. ربي يخليكم.